وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من غازي عنتاب الخبير العسكري والسياسي العقيد فايز الأسمر. أهلا ومرحبا بك سيادة العقيد. بداية، كيف تقرؤون القصف الصهيوني الذي استهدف أسلحة لإيران في اللاذقية؟ مساء الخير. يعني بغض النظر كيف أسقطت الطائرة ومن الذي أسقطها، هذا يدل دلالة واضحة عسكرية على سوء التنسيق في الأجواء السورية ما بين غرف العمليات الروسية والإسرائيلية، وعدم يدل أيضا على عدم إبلاغ الإسرائيليين للقاعدة الروسية غرفة عمليات حميمين بإخلاء الأجواء في تلك المنطقة قبل وقت كافي من أجل إفراغ الأجواء في الكوريدور الجوي الذي استخدمته الطائرات الإسرائيلية في تنفيذها للضربات الجوية. يعني في الواقع أنه كلنا نعرف أن هناك ضوء أخضر وهناك مباحثات مكوكية وزيارات مكوكية لنتنياهو إلى موسكو ولقائه بوتين، وقد وضع أمامه أنه سيتصرف ودون أخذ الإذن من أي أحد اتجاه ثلاثة مواضيع هي خطوط حمراء بالنسبة لإسرائيل، لا لتطوير الأول، لا لتطوير أي أسلحة على الجغرافيا السورية تهدد أمن إسرائيل إن كانت صاروخية أو أسلحة تدمير شامل أو أسلحة دقيقة. الأمر الثاني، لا لتمركز ميليشيات إيرانية أو تواجد قواعد إيرانية وتحويل سوريا إلى قاعدة أمامية تهدد إيرانية، طبعا تهدد أمن إسرائيل. الأمر الثالث، لا للسماح بنقل أي معدات صاروخية أو متقدمة، صواريخ متقدمة أو أسلحة دقة عالية إلى الأراضي اللبنانية لتزويد ذراع إيران حزب الله بها. فإذا هذه الأمور تعرفها موسكو جيدا، وحدثت أكثر من 200 ضربة خلال العامين الماضيين بتواجد الروس دون أن يكون هناك أي تصرف روسي حيال دخول الأراضي ولا الأراضي السورية. ولكن سيدي الكريم، وفق المعلومات وبالتحليل، فإن الجديد في هذه الضربة أو الغارة الصاروخية الإسرائيلية هو تغيير محاور تنفيذها هذه المرة وحدوثها عن طريق البحر وليس عن طريق المجال الجوي اللبناني أو من فوق الجولان السوري أو من الأجواء السورية التي اخترقت عشرات المرات. الأمر الثاني، حدثت تلك الضربة في محيطي حمى قاعدة حميميم وقاعدة طرطوس، وهو بتصور رسالة تحدي وتهديد وانتقاص لروسيا في سوريا. الأمر الثالث، فيما يخص هذا الأمر سيادة عقيد، يعني أن هذا القصف ليس الأول من نوعه، لكن كيف تقرؤون توقيت هذا القصف بعد اتفاق سوتشي يوم أمس؟ يعني أتصور أن الأمرين بعيدين عن بعضهما. كثير من التطورات السياسية حصلت تجاه الملف السوري خلال العامين المنصرمين دون أن تزيد في تلك الضربات الأمور السياسية والاتفاقيات، إن كان قمة سوتشي بالأمس أو حتى مؤتمر طهران. لاحظ أنه حدثت منذ 4 أيام ضربة لمطار دمشق الدولي، وهو منطقة سيادية شديدة الأهمية بالنسبة للنظام وإيران. فإذا اليد الإسرائيلية هي لها اليد الطولة في استهداف كافة المواقع الإيرانية على الأراضي السورية من شمال البلاد إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. بتصوري لا رابط بين الأمرين، ولكن هناك معلومات بالتأكيد إسرائيل حصلت عليها أو تحصل عليها إن كان بوسائط الاستطلاع الجوي وأجهزة الرصد الإلكترونية أو الأقمار الصناعية وحتى عن طريق العملاء والجواسيس بتحرك مثل تلك الأسلحة أو وجود تلك الأسلحة. وإذا الهدف الإسرائيلي هو القضاء عليها أو تدميرها قبل أن تستخدم ضده على الأراضي السورية. في السياق، هناك من يرى أن إسقاط الطائرة الروسية بالأمس لا يخرج من كونها عملية انتقامية بعد اتفاق سوتشي. هل تتوقعون أن تكون إيران هي من أسقطت الطائرة؟ لا، بالتأكيد هذا الاحتمال بعيد جدا عن الواقع. لاحظ أنه حدثت تلك هذا الإسقاط لطائرة اليوشن 20 في التزامن في وقت متزامن مع حدوث الغارة الجوية الإسرائيلية واشتراك 4 طائرات F-16
من عرض البحر، وتصادف وجود هذه الطائرة بلحظة تنفيذ المهمة الموكلة إليها بتدمير مؤسسة التقنية في للبحوث العسكرية في اللاذقية، وتصادف مرورها في الأجواء، وبتصور أن من أسقطها هو الدفاعات الجوية السورية إن كان الجبادرات أو منظومات البانسيير، نظرا لكثافة الأطلاق الناري باتجاه تلك الصواريخ المغيرة إن كان من مدينة جبلة أو من منطقة مصياف أو من حتى بانياس بالاشتراك بالرمي على تلك الصواريخ. إذن الأجواء السورية مزدحمة ومزدحمة جدا بالأهداف الجوية، وإذا لم يحدث هناك تنسيق فإن مثل تلك الحوادث ستحدث وبشكل مستمر. نعم، من غازي عنتاب الخبير العسكري والسياسي العقيد فايز الأسمر كنت معنا، شكرا جزيلا لك.